إذا للوقوف عند تطورات الوضع في أوكرانيا في ظل تسلم كييف دفعة من صواريخ بريطانية الصنع، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد مرحبا بكم. بريطانيا سلمت أوكرانيا مجموعة أو نوع محدد من الصواريخ، ولكن من الناحية العسكرية البحتة، ما هي إمكانيات هذا الصاروخ الذي كانت تطالب به أوكرانيا منذ فترة ليست بالقليلة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. بالطبع إن الأسلحة الغربية الحديثة ستؤثر إيجابياً لصالح أوكرانيا في المعركة التي تدافع فيها عن أراضيها وتريد أن تؤثر بالفعل في الجهد العسكري الأوكراني. فهذا الصاروخ هو صاروخ كروز يطير على ارتفاعات تصل إلى 30 متر فقط، يعني يتعذر على أسلحة الدفاع الجوي والمضادات الأرضية الروسية التعرض لهذا الصاروخ الذي يعمل في كل الأجواء، يعني في أجواء أجواء الضباب، أجواء البرودة، يعني كل أجواء التي توجد في تلك المنطقة يستطيع هذا الصاروخ التخفي والوصول إلى الأهداف المرسومة له. هو يطير على كما قلت على ارتفاع 30 متر ويصل إلى 300 كيلومتر، إذن تستطيع من خلاله أوكرانيا ضرب العمق الروسي، وهذا العمق يعني قيادات، مراكز قيادة، جسر جريتش الاستراتيجي الذي يصل ما بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، كذلك يضرب المطارات، مراكز التوجيه والرادار، القيادات. إذن كل الأهداف الحيوية الهامة للروس يستطيع هذا الصاروخ الذي الوصول إليها والتأثير عليها عسكريا، لأنه يحمل شحنة متفجرة بحدود 500 كيلوغرام، نصف طن. لذلك ألحت أوكرانيا بلسان الرئيس زيلينسكي أن تحصل على هذه الصواريخ، لذلك زودتها الولايات المتحدة بمدفعية هيمارس التي تصل إلى 80 كيلومتر والتي تضرب خطوط الإمداد والمستودعات. لذلك اليوم أمام روسيا يعني خيار هو إبعاد كل المقرات والمستودعات والأهداف التي يصل إليها هذا الصاروخ إلى العمق، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الإمداد القتالي للقوات الروسية. إذن هذا الصاروخ بالإضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي من منظومات الألمانية إيريس وكذلك من منظومات يعني باتريوت وكذلك الدبابات والمدفعية الهاوتزر وكل الأسلحة الحديثة ستشكل عبارة عن منظومة قتالية تؤثر بشكل كبير إيجابيا لصالح الجهد العسكري الأوكراني. على ذكر ما رأيناه بأن نعم على ذكر التأثير سيادة العقيد، في ضوء المعلومات التي وردت من جانبكم وهي معلومات مهمة عن نوعية هذا الصاروخ، بنظرة مستقبلية هل يمكن قراءة الخطة الأوكرانية المتوقعة بعد أن تدخل الصواريخ الخدمة؟ بمعنى آخر، هل تتوقع من الناحية العسكرية أيضا هجوما شاملا للقوات الأوكرانية على مواقع تمركز القوات الروسية؟ تعتقد ذلك سيادة العقيد؟ يعني الهجوم المعاكس الذي تعمل أوكرانيا على إنجازه يعني طول الجبهة بحدود 1000 كيلومتر، لا أتوقع بأن الهجوم سيشمل كل 1000 كيلومتر، و1000 كيلومتر بحاجة إلى عشرات الفرق العسكرية وآلاف الدبابات. يعني حتى الآن الدبابات التي تصل إلى أوكرانيا بحدود لواء أو لواءين، يعني بحدود فرقة مدرعة معززة مثلا بالعربات القتالية برادلي وبي ام بي وغيرها. بالإضافة إلى هذا الصاروخ الذي سيؤثر على القيادات وعلى مراكز الرصد وعلى مراكز الرادار والمطارات، بالإضافة إلى الأسلحة الحديثة التي تمتلكها اليوم أوكرانيا من الطائرات المسيرة بدون طيار الخاصة بالاستطلاع وكذلك وسائط الدفاع الجوي التي تسقط طائرات شاهد
الإيرانية. يعني بالأمس هناك إسقاط 17 طائرة من عدد 21 طائرة. يعني إذن اليوم الجهد العسكري الروسي والإمكانيات العسكرية الأوكرانية يعني متميزة اليوم بالنسبة بالمقارنة مع الأسلحة الروسية الشرقية التي هي حتى الآن لم تفلح بمواجهة التكنولوجيا الغربية. ولكن الهجوم أتوقع هناك محاور ربما تسعى من خلالها كييف لتحقيق إنجازات، وليكن باتجاه خيرسون، باتجاه زابورجيا، باتجاه الدومباس. يعني إذن هناك عدة محاور ربما تفلح القوات الأوكرانية في الهجوم المعاكس بتحقيق الأهداف المرجوة عندما تتمكن القوات المسلحة والعناصر الأوكرانية من استيعاب هذه الأسلحة والتدريب عليها وإيجاد مظلة جوية لهذه الأسلحة المدرعة التي أتت من الولايات المتحدة كدبابات برامز وعربات برادلي وكذلك تشالنجر البريطانية واليوبارد 2 الألمانية. اليوم ألمانيا ستفتح مصانع للدفاع الجوي وللدبابات الحديثة في أوكرانيا من أجل تزويد أوكرانيا في المستقبل بالدبابات بحدود 400 دبابة سنويا من أجل أن تحافظ أوكرانيا على دفاعاتها وعلى حدودها من الأطماع الروسية ومن غيرها. سيادة العقيد، على ذكر الهجوم والانسحاب، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية اتهم القوات الروسية النظامية بترك تمركزها في باخموت. هل هذا تراجع تكتيكي أم انسحاب فرضته أرض المعركة؟ اليوم هناك بحدود 20 كيلومتر مربع تم تحريرها في منطقة باخموت. يعني باخموت مساحتها 45 كيلومتر مربع فقط، وهي مدينة ليست استراتيجية ولكن لها أهمية معنوية للقوات المتقاتلة في تلك المنطقة. فمثلا قوات روسيا وقوات فاغنر يعني بقيادة بروغوجين يعني أكثر من 14 شهر لم تستطع أن تسيطر سيطرة كاملة على باخموت والانطلاق باتجاه المدن الأخرى. تريد روسيا تريد السيطرة على باخموت وبالتالي السيطرة على التلال المحيطة في باخموت وبالتالي إنشاء خط دفاعي قوي في هذه المنطقة والانطلاق باتجاه مدن المثلث غرب هذه المنطقة. أما بالنسبة لبروغوجين وفاغنر والجيش الروسي، هناك يعني حالة من عدم الثقة. عندما تخسر فاغنر وخسرت الكثير في باخموت، تتهم الجيش الروسي بأنه عاجز عن التقدم وأنه ترك مواقع وكذلك منع فاغنر من التزود بالذخائر ما بين فاغنر وما بين الجيش الروسي، حيث أن فاغنر هي منظمة غير شرعية وأن بوتين لم يتبنى فاغنر، ولكن على أرض الواقع يستخدم بوتين وروسيا فاغنر كوجه قبيح للعسكرية الروسية التي تسعى في كل دول العالم لنشر الإجرام والفساد. وكما يظهر في الدول الإفريقية وفي سوريا وفي ليبيا وفي مناطق أخرى من العالم. عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لكم.